مهم جدا قلت لكم عليه قبل كده وهعيده بالنسبه لكم. ايه الموضوع المهم؟ موضوع اسامه جلال. النهارده احد المواقع الكبرى كتب في موضوع اسامه جلال. اسامه جلال لن ينتقل الى النادي الاهلي في يناير الا في حال فتح باب الاستبدال. ونفس الكلام اللي انا قلته من فتره لاحد المواقع الكبيره قالها، وهي طلب احمد الشيخ وطلب عمار حمدي ولاعب وسط وعلي لطفي. كل الكلام ده اتقال والحكايه والروايه. وبالتالي كابتن حلمي طولان النهارده كنت بكلمه كان في الجونه، قال لي مش هنفتح اي كلام عن اسامه جلال الا في نهايه الموسم. طب يا كابتن حلمي في كلام عن كذا وكذا، قال انا عاوز لاعيبه من النادي الاهلي والنادي الاهلي هيسيبها، ومتواصل مع كابتن سيد عبد الحفيظ. لكن اسامه جلال انا ابلغت الاداره ان انا محتاجه لنهايه الموسم لانقاذ الفريق، لانقاذ الفريق. نهايه الموسم اللي الاداره عاوزه تعمله تعمله، بس المهم نحاول انقاذ الفريق، لان الفوز على الزمالك كان شيء مهم، لكن اتظلمنا من الحكم في مباراه الترسانه وعدم احتساب ضربتي جزاء، وقال في عيوب عندنا ولازم اعالجها ولازم اصلحها والحكايه والروايه وكل هذا الامر. فبالتالي قال لي اسامه جلال قافلين عليه في النادي الاهلي، قال لو الاستبدال اتفتح نجيبه. فالكلام اللي بيقال انه جاي في يناير صعب. ليه صعب؟ لان الاهلي عنده في مركز المدافع 6 لاعبين اساسيين، اي واحد فيهم اي 2 فيهم يلعبوا. عندك محمود متولي، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، والسادس احمد فتحي. احمد فتحي لعب وفي 2 قاعدين بره، ياسر ابراهيم وسعد سمير، يبقى معنى كده في ثقه من مستر فايلر فيه انه يلعب مساك. وبالتالي ده الامر بالنسبه لموضوع المدافع وبالنسبه لموضوع اسامه جلال. لكن كابتن حلمي طولان طالب عمار حمدي وطالب احمد الشيخ وعلي لطفي، وفي لاعب وسط من فرقه الشباب. الاهلي هيديله ولا مش هيديله؟ الله اعلم، الله اعلم. كل ده واقف على الاستبدال. لو الاستبدال اتفتح الدنيا فتحت للاهلي وغيره. الاستبدال ما اتفتحش يا نجم، هيقول لك حضا على لعيبتك واستفيد منه. وعمار حمدي الراجل مش عاوز يفرط فيه بعد ما شافه في كاس الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه. اهلا بيك من نيويورك حاني هاني حن، كل سنه وانت طيب وكل الاخوه المسيحيين بمناسبه اعياد الميلاد المجيده ان شاء الله. فده بالنسبه لي الحكايه والروايه. طيب بالنسبه للنادي الاهلي، كان قلت لكم النهارده صالح جمعه بدا ينتظم في التدريبات، يبدو ان شدت وليد سليمان هتجيب نتيجه ان شاء الله، ونتمنى ده ونتمنى ده ونتمنى ان صالح يفوق. صالح نجم كبير وامكانياته وقدراته الفنيه عاليه جدا 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 جدا. موضوع الاستبدال اللي انا عمال كل شويه اكلمكم فيه من زمان، اللائحه بتنص على اعاره 5 واستبدال 5 وقيد 30. ايدت 30 عاوز استبدل منهم استبدل 5. الزمالك استبدل 4 والاهلي استبدل 3، يبقى الاهلي له 2 والزمالك له 1. عند نادي الزمالك مشكله كبيره جدا، لانه محتاج لعيبه في قلب الوسط بعد اصابه محمود عبد العزيز، وجنش مش عارفين ايه اللي هيحصل. لو ما ينفعش يرجع جنش ويخرج واحد تبقى فقدت المقعد، وخالد بوطيب عم شكشك هيبقى بره، هتحط مين؟ كاسوجو كابونجو ولا ايه الحكايه؟ ما انتش عارف الدنيا فيها ايه جوه نادي الزمالك، خاصة في أزمة الاستبدال. يعني أزمة الاستبدال عاملة مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. طيب كده خلصنا الجزئية دي، هنتقل بكم إلى فضيحة مدوية. فضيحة مدوية بالمستندات. وصلنا صورة من عقد حمد النكاز مع نادي الزمالك. احنا قلنا، كلنا قلنا بناء على اللي قاله رئيس نادي الزمالك، ان نبيل ابو زيد وسيطا او وكيلا عن مين؟ حمد النكاز. وقيل ان له 136 الف دولار، وانه خد 10 واشتكى بال 136، كان له 146 وخد 10. طيب عندنا مستند مهم وخطير، وهو صوره من عقد حمد النكاز. صورة من عقد حمد النكاز بيقول لي بقى من هنا اسم الوسيط المعتمد نبيل ابو زيد عن نادي الزمالك. عن ايه؟
الناس شايفه عن نادي الزمالك اهو اهو عن نادي الزمالك اهو اهو مش عن حمدي النكاس. يعني نبيل ابو زيد لو له فلوس في صفقه حمدي النكاس فله عند نادي الزمالك، لان العقد بيقول اهو اهو العنوان زهرائي المعادي والحكايه والروايه ملوش داعي والبريد الالكتروني مش عارف ايه، اسم الوسيط نبيل ابو زيد اهو عن ايه نادي الزمالك اهو مش عن حمدي النكاس. يبقى انت ازاي بتقول حمدي النكاس خد كل فلوسه ونبيل ابو زيد اشتكى ونبيل ابو زيد خد 10000 دولار وبقي له 136000 دولار وبالتالي هياخدهم ومش هياخدهم والحكايه والروايه ويبقى كده عليه فلوس ومالوش غير القسط؟ لو ده صح هذا المستند اللي وصلنا من احد المصادر المهتمه بهذا الشأن، لو صح هذا المستند الخطير الانفراد الذي وصل الينا من مسؤول رفيع المستوى مرتبط بالازم قال لي يا انكل ابو المعاطي انت اللي بتقول كلمه الحق وانت اللي تقدر تقول المعلومه دي، مفيش برنامج في مصر يقدر يطلع ينزل صوره العقد ده اهو نبيل ابو زيد وسيطا عن نبيل ابو زيد نبيل ابو زيد وسيطا عن نادي الزمالك اهو نادي الزمالك اهو شايفينها اهي وسيطا عن نادي الزمالك وده مين اهو نبيل ابو زيد اهو اهو عن نادي الزمالك اهو. فده معناه ان ده بيعمل انقلاب مدوي في صفقه حمدي النكاس. حمدي النكاس اللي كل الناس قالوا ان هو مشي من نادي الزمالك بسبب مستحقاته. جه رئيس النادي قال ان لا ده خد كل مستحقاته والقسط اللي جاي له لسه في يناير وخد كل اللي فات. بناء على ان نبيل ابو زيد له فلوس وخدها. طب دلوقتي نبيل ابو زيد طلع وسيط عن نادي الزمالك وليس وسيطا عن حمدي النكاس. ماذا سيحدث؟ الزمالك اليوم قال ان هو تقدم بشكوى ضد حمدي النكاس الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واصفا اياه بالهارب قالوا ان هو هربان، لكن اللي انا عاوز اشوف نتيجة للشكاوي. شكوى كهربا بقالها 4 أشهر ما سمعناش حاجة عنها. شكوى حمدي النكاس اتهموه بالهروب في الشكوى اللي راحت اليوم. عقد نبيل ابو زيد بيقول ان هو وسيطا عن نادي الزمالك. يبقى كده الراجل لما يقول ان الفلوس اللي راحت لنبيل ابو زيد دي ماليش علاقه بيها وان انا ما قبضتش بقالي 4 شهور يبقى هنا موقف الزمالك بقت ضعيفه. فده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه الى اين ستتجه الاحداث. طيب الحاجه الثانيه بعيدا عن حدوته بقى نبيل ابو زيد وانه كان له 142000 دولار وخد 10000 دولار فقط، وهو نبيل ابو زيد قال انه بيشتكي حمدي النكاس، لكن صوره العقد بتقول انه وسيطا عن نادي الزمالك مش عن حمدي النكاس. وحمدي النكاس قال لك انا عندي محامي ووكيل تونسي ملوش علاقه ب الاستاذ نبيل ابو زيد. طيب في محمد مصطفى محمد طلع غضبان عند الخروج في الاستبدال من مباراه اول اغسطس، مسكه شيكابالا فوقه، وده دور اللاعب الكبير، ده دور اللاعب الكبير، فوقه، انت لعيب كويس ولعيب خبره وجاي والمستقبل بتاعك، فانت مفيش حاجه اسمها تلوي بوزك، اللي يطلع يطلع واللي يقعد يقعد اللي يقول عليه المدرب. كابتن خالد الغندور المذيع الرياضي الكبير اعلن للمره 19 موعد انطلاق قناه الزمالك، وقال ان قناه الزمالك ان شاء الله سوف تنطلق رسميا في اول اسبوع من يناير. مش عارف كابتن خالد الغندور يعني في ال 19 ميعاد اللي فاتوا ما صدقش في ولا معاه، وبيقول الكلام ده في الوقت اللي طلع فيه رئيس النادي قال مش عاوز القناه وعاوز الساعتين الايجار. نصدق خالد الغندور ولا نصدق رئيس الزمالك؟ رئيس الزمالك طبعا لان هو المسؤول الاول، فقال لك انا مش عاوز القناه وعاوز الساعتين الايجار باخد راحتي فيه وبقول اللي انا عاوزه. فخالد كتب على صفحته ان انطلاق قناه نادي الزمالك في اول يناير، انا حاسس يا خالد انك هتعجز
والقناة لسه ما انطلقتش. كل شوية بتغيروا الميعاد يا خالد. انتوا بتتعاملوا مع مؤسسة إعلامية عظيمة ومحترمة وهي إعلام المصريين. اتفقوا وخلصوا. اتفقوا وخلصوا. كارتيرون عمل برنامج إعداد بدني لمحمود عبد العزيز شيكابالا، وطلب من كارتيرون طلب من سامي الشيشيني تجهيز تقرير عن بيراميدز اللي الزمالك هيواجهه يوم الخميس، والأهلي هيواجه دجلة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. أحمد علي مهاجم بيراميدز يبحث أو يتسول اللعب للمقاولون العرب، ويبحث عن أي عرض ومعروض على نادي إنبي ومعروض على المقاولين العرب، والمهندس محمد عادل فتحي رفض عودته للمقاولون العرب،